ممكن تدينا ملخص لعمليات التقييم والمراجعه اللي تمت بالنسبه للمرحله الاخيره؟ عمليه التقييم يا فندم زي ما سيادتك عارف خدت اسابيع طويله، لكن الحمد لله النتائج كانت ايجابيه. اقرب مثل ممكن نتكلم عنه في المجال العسكري هو قصه الطيارتين الاسرائيليتين اللي اقتحموا المجال الجوي في المنطقه دي من الساحل الشمالي في عيد الثوره اللي فات، ولما تصدت لها وسائل الدفاع لازوا بالفرار. لكن في عشرات شافوا الطيارتين دول وهم بيصطدموا بعض وبيقعوا في البحر، وتحرياتنا احنا اكدت صحة هذه الواقعة، وفي ناس كتير على طول الساحل الشمالي شافوا الطيارتين دول وهم بيقعوا في المية. المسألة دي كانت محيرة جدا، لان مش ممكن مستوى الطيارين الاسرائيليين يصل لدرجة انهم يصطدموا ببعض اثناء الفرار. المزعج في الامر ان وسائل الاعلام نشرت الخبر ده، وبالتالي تنقلته وكالات الانباء، ولما خرجت الزوارق الحربية ومسحت المنطقة مسح كامل ومعها فريق ممتاز من الضفادع البشرية، ما عصرتش للطيارتين دول على اي اثر، وما كانش قدامنا غير اننا نبعت ل 313 نستوضحه بحقيقة الامر. سمعت البي بي سي ايزاك؟ تقصد الطيارتين اللي المصريين قالوا انهم وقعوا في البحر؟ الخبر بيؤكد ان في شهود عيان شافوهم وهم بيقعوا. ايوه بس الطيارتين رجعوا القاعدة تاني ديفيد. بتهيألي ان اصدقائنا هيطلبوا معرفة كل اللي حصل. تحب انت؟ تعرف ديفيد ان استراتيجيتنا في الحرب بيننا وبين العرب بتقوم على ان الحرب تبقى في ارض العرب وبعيد عن ارضنا، لكن مدى الطيران بتاعنا ما يقدرش يحقق الغرض ده. ليه؟ لان خزانات الوقود ساعتها صغيره ما تقدرش توصل لارض العرب ترجع تاني. امال ازاي طياراتنا وصلت لمصر ورجعناها تاني؟ لأننا طورنا في الطيارات دي بإضافة خزان بالوقود لكل طيارة. يعني الخزانات دي اللي شافتها الناس وبتقع في البحر؟ أيوة، لأن الخزانات دي بتمثل عبء على الطيارة وبتحد من قدرتها على المناورة، وكان لازم الطيارات دي تهرب من الطيران المصري لأن مهمتها استطلاعية مش قتالية. ومع التقرير اللي سلمه 313 عن الواقعة دي بخط ايد ايزاك بن عمتاي، كان في رسومات هندسية للتطوير الجديد اللي ادخل على الطائرات الاسرائيلية. طب وايه حكاية جهاز الاشعة اللي اتقال ان الاسرائيليين ابتكروه؟ الغريب يا سيد نديم ان الخبر ده وصل لمصر عن طريق مصدر موثوق منه، والخبر ده بيقول ان الاسرائيليين ابتكروا جهاز للأشعة غير المرئية يفقد الإنسان بصره إذا سلط عليه. الخبر ده طبعا كان خطير جدا، خصوصا إن مصدره أكد صحته. إيه اللي قاله 313 بالظبط بالنسبة للخبر ده؟ أنت عارف ديفيد طبعا إن غلطة الفدائيين العرب خصوصا المصريين أصبحت مزعجة لينا جدا، عشان كده في مجموعة من العلماء ومنهم يوسي بالذات. يوسي ده اللي بيسهر معانا عند سيرينا؟ ايوه هو بالظبط، فكروا في اختراع جهاز رادار ارض جديد عشان يكشف اي تسلل عبر الحدود. اها، وتوصلوا الحاجة؟ هما فعلا توصلوا الجهاز ده، لكن اثناء التجارب اكتشفوا انه في عيب خطير جدا. ايه هو؟ اكتشفوا ان الجهاز بيصدر حواليه نوع من اشعة الليزر بتصيب العاملين عليه ببعض التهابات في العين. وطبعا الخبر تسرب نتيجة لدخول بعض أفراد طاقم الرادار إلى المستشفى، وكانت نتيجة طبيعية إن إسرائيل تستغل الخبر ده عشان تخوف الفدائيين أو أي حد يحاول التسلل عبر حدودها. واضح إنه بعت معلومات مهمة. حصل يا فندم، والملف اللي قدام سيادتك بيؤكد إن المعلومات دي من مصادر لا يرقى إليها الشك. أنا بروفيسور سيرينا، أنا مش ممكن أسببك أي إزعاج، بس أنا مش لاقي حد أتكلم معاه ويفهمني غيرك.
بس انا علاقتي بحنا مش حميمة زي ما انت متصور. انت عارفة شباب الايام دي وعارفة طبيعة الحياة في امريكا كمان. سيلينا انا قلت حاجة ضايقتك؟ بروفيسور بلومبرج خليك صريح معايا. اقسم لك اني صريح. ديفيد اتصرف مع حنا تصرف غير لائق. لا 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 بالعكس تماما، ده كان لطيف معاها جدا. بس اللي اخشاه ان اراء حنا تضايقه او تسبب له ازعاج. شاول انت نسيت ان انا افهميني ارجوكي افهميني سيرينا، انت عارفه مركزي وعارفه طبيعه المشروعات اللي انا مش فاهمه انت مرتبك كده ليه شاول. مالك شاور؟ أنا آسف سيرينا، يبدو إني أزعجتك. أدخل. سوري أنا افتكرت إنك لوحدك. أهلا عمون. أرجوك بيعملي لي تليفون لما تفضي. لا 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 ممكن تتفضل أنا ماشي. بس إحنا ما كملناش كلامنا شاور. معلش يا سيرينا مرة تانية، أنت عارفة الموضوع يعني مش مهم أوي. إذا كنت شايف كده خلاص؟ عن إذنك. سلام. سيرينا، الراجل ده خايف من حاجة. أقعد يا عمو، مالكش دعوة بأصدقائي. يا ترى إيه اللي وراك النهاردة؟ بزنس. يبقى اكيد بتدبر مؤامرة. هيلين ريشتر. مالها هيلين؟ ايه اللي مالي ليندا؟ ايه اللي مالي؟ انا مش عارفة ايه سر عصبيتك دي. انت مش عارفة جولدشتاين؟ عميل جستابو قديم ليه؟ بس كده؟ ودلوقتي في سي اي اي برضو ليه؟ ليندا من فضلك. اوكي. ودلوقتي عميل صهيوني. بس ده يقلقك في ايه؟ يقلقني لانه ما اقترحش علي ان انا اشتغل معاهم، ده طلب مني. طب ما هو ده امر طبيعي. ده مش امر طبيعي، ده ابتزاز بيبتزوا الحكومه الالمانيه، ومن 52 هما بياخدوا مننا تعويضات عن اللي حصل لهم ايام الحكم النازي، وطبعا عندهم معلومات عني. واضح ان الصهاينه معاهم حق. في ايه؟ ان احنا عندنا احساس بالذنب ناحيتهم. تفتكري انا عندي الاحساس ده؟ طب اديني تفسير تاني لحالتك دي. انت ناسي مين بابا؟ مش ناسي، كان عضو في الحزب النازي في الوقت اللي كان كل الشعب الالماني اعضاء في الحزب ده. وجوزي هيلين؟ انتي خايفة من حاجة؟ مخبيه عني حاجة هيلين؟ اطلاق اقسم لك. امال خايفة من ايه؟ انا مش خايفة من حاجة، انا عارفة ازاي سكتهم. اعمل لهم مشروعات في تل ابيب، انا عارفة ان اقتصادهم محتاج لحقن انعاش. طب يبقى خلاص مفيش مشكلة، بيزنس از بيزنس. مش عايزة اشتغل مع الناس دي. وليه تديهم فرصة للتساؤل؟ مش عارفة اعمل معاهم بيزنس من اني نوع. بسيطة، مشروعات تتناسب مع امكانياتهم وفي نفس الوقت ما تتعارضش مع شغلك هنا. انت مش قلتي ان ليكي صديقه في اسرائيل؟ سيرينا اهرون. ايوه ما انت حكيتي لي عنها. هي فعلا مختلفه، هي عضو في الهيئه الاستيراد، بس برضو ست فاهمه كل حاجه. خلاص ما دام كده اتصلي بيها فورا. انا طالبه مكالمه من نص ساعه. يعني اتخذتي قرار؟ بس عايزاكي جنبي وانا بكلمها. يا رشتي. هيلين، مفاجأة غير متوقعة. سيرينا كنت مستنياكي تتصلي بيا من مدة طويلة. اتفقنا في آخر لقاء كان على شيء آخر. عندي مشاريع كتير عايزة أتكلم معاكي فيها. وأنا تحت أمرك. طب أقدر أجي تل أبيب على أول طيارة؟ أهلا بيكي في أي وقت. يا ترى هتساعديني؟ بالتأكيد. أوكي يبقى هديكي خبر بيوم وصولي. دانكش. السؤال لسه موجود ومحتاج إجابة. سؤال إيه ده؟ فكرتي نوع البيزنس اللي هتعمليه مع الناس دول؟ أنت اللي تقول يا عمو. بلاش نتعامل مع بعض بالأسلوب ده سيرينا. أنت اللي فرضت الأسلوب؟ هيلين ريشتر عندها استعداد تتعامل معانا في أي مجال. زي إيه؟ مش مهم زي إيه، المهم مع مين. مع مين بن أهرون؟ ديفيد شارل سامحون. ايه اللي بتسعى ايه بالظبط يا عمو؟ شوفي سيرينا،
إذا كان ديفيد حيبقى له المكانة الكبيرة دي في الحزب وفي الوطن، لازم نعمل حسابنا من دلوقتي إن إحنا نقف جنبه ونسنده. وأظن ده يسعدك جدا. لا لا سيرينا، اوعي تفكري في ابعد من الكلام اللي انا قلته. في المدرسه الابتدائي في مصر ادونا جمله كان وقتها دمها تقيل قوي بالنسبه لي، بس بعد كده لما كبرت عرفت قد ايه الجمله دي مفيده. هي ايه الجمله دي؟ افلح ان صدق. طب هل ان صدق تتجوزيه؟ عمون انا عايز اقابل ادون سامحون. مدموزيل مردخاي هترد على اي تساؤل انت عاوزه، كل اللي انت عاوزه. اتفضل معايا. ليلي ادون سامحون كان عاوز يشوفك. كان عاوز يشوفك ومدموزيل مردخاي اخدته بكره. طيب من فضلك ابعتيلي البرقيه دي دلوقتي. اوكي ادون سامحون. معناه انك عايز تسبب لي متاعب في شغل. انا قلت لك هقابل ادم سبحون، يعني هقابله. علشان ايه؟ عشان اعرف منه الحقيقه، ولازم اعرف. انا قلت لك الحقيقه. انت قلتي ما تعرفيش. يا هديت مالك؟ يا هديت في حاجه؟ ممكن نتناقش بعد ميعاد الشغل؟ عايزه تتخلص مني. شلومو ارجوك حاول تفهم. افهم ايه؟ روح دلوقتي وبالليل نناقش كل اللي انت عاوزه. بالليل بالنسبه لادرياتيكا بعتوا لنا رد بالموافقه، والفوق بتاع يوم 19 بتاع قبرص اعتقد انه هيكمل النهارده او بكره بكتير. بعتي برقيه بيمبوس من نص ساعه. عظيم. في حاجة تانية؟ انت مش عاوز حاجة تانية؟ انا عاوز اعزمك على الغدا النهاردة. كنت متوقعة حاجة زي كده. افهم من كده انك عارفة السبب؟ ألو
عاوز ايه الشخص اللي اخدتيه على مكتبك يا ودات؟ ابدا ابدا. ازاي؟ مين اللي قالت لي انه كان عاوز يقابلني؟ لا ده كان عاوز يقابلني انا. بخصوص ايه؟ موضوع شخصي. ايه الموضوعات الشخصية؟ بتتناقش في الشركة يا ودات؟ هو انا اثرت في امر من امور العمل؟ على فكرة انا نسيت اقولك، الحفلة كانت ظريفة قوي وانت كنت متألق، كنت مرح جدا وتوزع اعجابك على الجميع، خصوصا اللي اسمها حنة دي. هي افكارها كده فعلا ولا مدعية؟ متهيألي ان افكارها كده فعلا. مش عارفة، حسيت انها غاوية مظاهر وكل اللي يهمها انها تستعرض معلوماتها. لا ما حسيتش كده خالص، وهي مش فاهم انت عايز ايه بالظبط يعني. ما دام ما حسيتش تبقى معجب بيها. وبعدين؟ فاكر لما غضبت لما جبت لك سيرة كلارا؟ ساعتها انا حسيت انك ممكن تسيبني وتبعد عني، وانا ما كنتش عايزه ابعد عنك. يا وديتي انت بتتكلمي كلام غير مرتبط ببعضه تماما، ملوش اي علاقه ببعض. لا ليه علاقه ببعض، وانت فاهمني كويس. يا وديت انا عاوز انبهك. تنبهني لايه؟ انت فعلا معجب بيها ولا لسه مش قادر تتخلص من تاثير استر عليك؟ يا وديت ما اسمعلكيش تتكلمي في الموضوع ده ابدا، فاهمه؟ انا اسف. انا بعتز بيكي كسكرتيرة ناجحة. حقك ان يبقى في حياتك حد زي ما بنحقق. انت حبيت استر وهي مرتبطه، وانا مش راضي ارتبط علشانك. كلامك ده معناه في احتمالين، اما انك انت مالكيش علاقه بحد، او انك مرتبطه وبتحبي. فعلا في واحد بيحبني قوي، بيحبني لدرجة. المهم انت يا وديت، اكيد في حاجة جوايا حلوة ناحيته ما كنتش منتبهة ليها. زي ايه؟ مش عارف، بس في حاجة انا اتأكدت منها النهاردة بس. ايه هي؟ اني مش ممكن افقد حب. هو ده الشخص اللي ظهرك في مكتبك؟ ايوه هو. تخين لطيف، شكله لطيف جدا. ايوه، وصراحه شغلي معاك عامل لي مشاكل كبيره معاه. عن اذنك. اهدي يا ابني، اتفضل. مشاكل ايه؟ شلومو عصبي وغيور زي طفل و... فهمت. ايه رايك في دعوه تتوجه لك ولشلومو على العشاء عندي؟ ممكن تزيلي اي شكوك. مفيش مانع. ايه رايك في يوم السبت الجاي؟ اقدر استاذن منك دقيقه واحده؟
رايحة فين حنان؟ خارجة. واضح انك خارجة، لكن رايحة فين؟ ما اعرفش. حنان حبيبتي اجي معاكي؟ لا معلش يا جان، خليكي مرتاحة، انا عاوزة اشوف تل ابيب لوحدي عن اذنكم. جرى ايش اقول؟ انت ناسي انها عايشة لوحدها في امريكا؟ ايوه بس دي ما تعرفش البلد ولا تعرف حد هنا. ولو شاول ولو حنة ما بقتش صغيرة. أنا بعتبر هيلين ريشتر صديقة بالفعل، بس يا ترى هي بتعتبرني صديقتها؟ ليه لا؟ لأنه في حاجة مهمة أنتوا ناسينها. إحنا الناس دول مش أغبية، عارفين كويس قوي إحنا بنعمل إيه وإيه اللي إحنا عاوزينه بالظبط. هو ده المطلوب لينا مش ليهم. وإيه الغلط في كده؟ الغلط ان احنا بناخد منهم اللي هم عاوزين يدهولنا مهما كانت براعتنا، وبنخسر اللي احنا محتاجينه بالفعل خصوصا في الايام دي. ممكن تفسري اكتر؟ احنا بناخد بيزنس وتعويضات بتمدنا للحياة سنة سنتين، وبنخسر احترام الناس، والاهم من ده بنخسر محبتهم. تعرفي سيرينا، لولا اختلاف وجهات نظرنا احنا كان بقالنا شأن تاني. شفت اخر افلام ليلى مراد؟ ليلى مراد؟ في اغنية في الفيلم بتقول كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله. مالك عمون؟ لا ابدا، بس برضو ما تنسيش ان في حكمه بتقول ان الاختلاف في الراي ما يفسدش للود قضيه. طبعا. بتقوليها عن اختلاع؟ طبعا. بتقوليها من قلبك؟ عمون مالك النهارده؟ لا ابدا، هو كان ده فعل ماضي صحيح، ما قلناش حاجه، لكن ممكن ما نسيبوش في حاله. ممكن، لكن ايه سيرينا؟ ممكن تسيبه في حاله مؤقتا؟
سامحوني ديفيد شارلسون. لا بيته جديد، العنوان مش في الدليل. ايوه اه اوكي اوكي ثانك يو. سوري يا الظاهر انا جيت في وقت مش مناسب يعني. لا انا اصلي كنت بقرا في اوضه النوم يعني. عن اذنك كويس قوي انك عرفتي العنوان، بس يا ريت ده ما يكونش في ازعاج ليك يعني. مش المفروض انك تكلمي شاول علشان تطمني؟ لا وانا اصلي لو كلمت شاقول هيسالني بتكلم منين. اها فيها ايدي؟ ما انا ما بحبش ادي. ليه تكذبي؟ انا قلت حاجه غلط؟ على فكره انا ما كنتش شفت بيتك كويس يوم العشاء. تعرفي هنا انا مش قادر افهم منطقك ده خالص. لانك بتفكر بمنطق مختلف ومن سنين طويلة مش قادر تقنع نفسك ولو للحظة انك تناقشه تفكر فيه. شوف ديفيد، انا عارفة انك زعلت قوي من الكلام اللي انا قلته يوم ما كنت عندك في العشاء. زعلت؟ ايوه، ومع ذلك مش عايزاك تفكر ولو للحظة ان انا جيت الليلة عشان اعتذر. حنا تعرفي انا مش قادر افهم منك اي حاجة خالص. مش قادر تفهم؟ بالتأكيد. يعني انت ما زعلتش من ايه؟ ان انا قلت لك رأي بالمرة. حنا علشان الامور تبقى واضحة، انا ممكن اكون مختلف معاكي في الرأي لكن مش زعلان منك. يعني انا ما جرحتش شعورك؟ انتي شربتي حاجة قبل ما تيجي؟ لا حقيقة عايز اعرف ايه اللي شغلك. ولا حاجه ديفيد، ولا حاجه. انا سعيده جدا جدا. انت عارفه حنا انت ممكن تكوني مش حاسه بالمشكله لسبب بسيط جدا. ايه هو؟ يعني انت اتولدتي في امريكا وتربيتي فيها، ما تعرفيش احنا عانينا من الاضطهاد قد ايه ومن قرون طويله. انا
قلت حاجه غلط؟ اسمعني كويس ديفيد، انا يهوديه زيك بالظبط، ابويا يهودي، امي يهوديه، اجدادي كلهم يهود، ومفيش اي دم غريب دخل العيله، ورغم ذلك عقلي بيرفض المنطق اللي انتوا كلكم عايشين بيه هنا في اسرائيل. منطق؟ انا ضد الصهيونيه. في ناس كتير قوي في اسرائيل مش مقتنعين بالصهيونيه، لكن مقتنعين بان الارض دي هي اللي وعدنا بيها الرب. ما انا كمان ضد العنصريه دي. اوكي، يبقى اتفقنا. اتفقنا ازاي؟ انا على ما سمعت انك مقضي كل حياتك بتحارب عشان تقيم دوله عنصريه. حنا، كلمه اسرائيل في حد ذاتها عنصريه، وحكايه الارض اللي وعدنا بيها الرب دي امتياز يساوي العنصريه. هتلر كان بيقول نفس الكلام ديفيد، ولا نسيت؟ زعلت مني؟ تروسي، تيجي إسرائيل كنت بتحس في مصر إنك غريب؟ كنت بتحس إن في أي فرق بينك وبين أي مسلم أو مسيحي؟ قولي الحقيقة بفضلك ديفيد، نفسي أعرفها. يعني مش بالشكل اللي بيصوروه هنا أبدا، شخصية غريبة، أغرب شخصية صدفتها، حادة، حادة جدا ورقيقة لدرجة إنها بتدوب بنعومة، جريئة لحد التهور، واضحة قوي لدرجة الغموض. ثوري وحارب، متعصب ورومانسي، مرح لكن في عينيه حزن، جواه غموض غريب مثير. ولا غموض ولا حاجة. ايه الغريب يعني انها تعبر لي عن افكارها اللي مؤمنة بيها؟ الغريب انها تعبر لي انا بالذات عن افكارها دي. يمكن دسيسة فخ منصوب لك رأفت. اكيد كان بيغلي من الغضب، لكن عنده القدرة ان ملامحه ما تعكسش اللي جواه. كرم ضيافة زي ما قالش اقول، ولا تركيب الدبلوماسي مناور، حاسب انفعالاته ودقة، مبرمج نفسه، اتعودت على الشك لغاية ما بقى هو الحقيقة الوحيدة اللي في حياتك. ولا ايه الحكاية؟ امتى تقدر تتعامل مع الناس بشكل طبيعي من غير حسابات، من غير خوف ولا حواجز؟ امتى تقدر تبين مشاعرك الحقيقية؟ لا لا لا، أنا إحساسي بيقول غير كده، بس أنا عموما إحساسي طلع غلط، لأن أفكاري فعلا لقيت صدى عنده، صدى عند واحد متعطش يسمع اللي كان مستني يسمعه. تبريراتك غلط يا شاول، إحساسي أنا اللي صح. صح يا شاول. حنا، في حاجة؟ كنت بتكلمي مين؟ لا لا أبدا. إيه؟ كنت ماسكة سماعت التليفون. مالك شاقول؟ مالك؟ مالي إيه؟ أنا اللي بسألك. كنت هكلم سيرينا. ما كلمتهاش ليه؟ تراجعت. ليه؟
كنت هتقولي لي ايه؟ مش معقول اقول انا زي ما اكون متهمه وانت بتحقق معايا. انا اسف. مالك حلو؟ شاول قالي لما جه من اسرائيل انه كان بيسعى ورا حلم ورا مثل اعلى، كان فاكر انه بيشارك في تحقيق فكره ساميه او عظيمه. دلوقتي اكتشف انه بيسعى ورا سراب. طيب ليه ما رجعش امريكا؟ ديفيد ارجوك ما تسخرش مني. اسخر منك؟ لانه ما يقدرش يرجع وانت عارف ده كويس. حنا لانه لما فكر مجرد التفكير في الرجوع كان التهديد صارخ وواضح فتراجع. المشكله يا حبيبي انكم مش قادرين تعرفوا الفرق بين الوطن والارض. الوطن مش الارض لوحدها ديفيد، الوطن يعني الارض والناس والتاريخ والجيران. انت مجنونة. مجنونة؟ ما معقولة كل المعارك دي تحصل بسبب واحد اتجوز اتنين. مين ده؟ ابراهام ديفيد، نبي الله ابراهام اللي اتجوز هاجر وكان اتجوز سارة. ولاده الاتنين نزلوا الدنيا دي عشان يحاربوا بعض الاف السنين ولسه الحرب دايما. انت ملحدة. من الاف السنين واحنا بندور على ارض تقوينا مش وطن يحمينا ويضمنا. انت برضو ملحدة. احنا كنا اول ناس يعرفوا الرب عشان كده تخيلنا ان احنا شعب الله المختار وده كان صحيح في البداية. بس اؤكد لك يا عزيزي الناظر ان الحقيقة الفعلية انه من 2000 سنة من وقت ميلاد المسيح هنا على الارض دي وفي ناس غيرنا كتير عرفوا الرب واعتقد انهم عرفوا بطريقة افضل كتير مننا. انت مش ملحدة وبس، انت شيطان. لازم تعترف ان الرب ما بقاش حكر علينا احنا بس، رب بقى مشاعر لكل البشر دي. انا مش قادره افهم جان ايه الحاله اللي انتوا فيها دي. انت مكتئبه شاؤون، متوتر ومرتبك ومش طبيعي. في ايه؟ انا مكتئبه علشان حزينه على حال شاؤون، وشاؤون طبيعي يبقى مرتبك ومتوتر. كل ده بسببي انا؟ لدرجه دي وجودي معاكوا بقى بيضايقكوا يعني؟ بالعكس حنا، المفروض وجودك معانا كان بيساعدنا. لكن المفروض، لكن احنا لما عرفنا انك جايه كنا هنطير من الفرح. شاؤون لانك اخته الصغيره اللي بيحبها وفخور بيها، وانا لان انا طول الوقت لوحدي في البيت، ساعات طويله شاؤون بيبقى في شغل وانا محبوسه بين اربع حيطان مش لاقي حتى حد يكلمني ولا انا حتى بكلم حد. عشان كده كنت سعيده جدا لما عرفت انك جاي. طب وايه اللي حصل جان؟ ايه اللي حصل؟ خيبت ظنك ولا زودت وحدتك ولا ايه؟ ما تزعليش مني حالا، وجودك معانا بقى يخوفنا دلوقتي. درجاتي مش عارفه جن، بتهيألي ان انتوا بتكبروا الامور زياده عن اللزوم. لو كل الناس زيكم كده كانت البشريه بقت في منتهى التعاسه. انتي مش قادره تقدري حنا، شاؤون ما بينامش منتظر باللحظه والتانيه مشاكل هو في غنى عنها لو ما كنتش موجوده. مش كده؟ تحبي ارجع اسافر امريكا؟ انا افضل حنا، طالما انتي مصممه انك تقابلي ديفيد وتجادليه في مواضيع شاؤون شايفها انها في منتهى الخطوره. انا نفسي مش قادره افهم ازاي واحد انت مش قادره تتفاهمي معاه ومصممه انك تقابليه. لاني بحبه جان، مختلفه معاه لكن بحبه. انا ديفيد لسه في البيت؟ 10 دقايق يكون عندك. حنا. ايوه. طب من فضلك بسرعه شويه دي، بسرعه. انت عارف اللي اتمسك ده اتمسك ليه؟ سيد نديم انا لانه اوح زيك ولا سمعش كلام. يعني ايه؟ يعني كان على علاقه بواحده اسرائيليه، ورغم تحذيرنا ليه الا انه ما سمعش الكلام، شكت في تصرف بسيط من تصرفاته وهي اللي بلغت عنه. بس دي امريكانيه مش اسرائيليه يا نديم بيه، امريكانيه. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.